نلاش يقول قرآنها إلهي وحلا القرآن كوتلك الأيام نداولها بين الناس ومع المدنيدو وهنا نسوكيم وروريتشين هي قوشة وحبالة قبرتها وشبكة وحبالة قبرتها ودرس نلاشة كاملة هدوم بأركي سارة وارتاريخ دي دوني دبعة قهرة وي قفكو معها إنو إنستنتانيس نلاشة مركة لقيميني هدوم لما إيقو هدى واحد صورة قال إنو قالكو كاحوك بدأي كاترين بدأي كاترين لكن نلاشة والجيت سانة هان ميسو سيد رادد النبي عليه الصلاة والسلام ورنولش بلدب أجا إلهي القرآن هو حقوق المامية أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد أليس الله بكاف عبد وإلهي ميانو كف الليم بأل لي أدوميس ميانو إلى عالم كريم وردونك وحان إلهي ربنا كمدعوه وحان الله إذ مني مدعان ننحوق وينحوق يريتون مجره لكن إن قال لنا يتحامي إلهي وأود كريا ديتي سينو قرقاره بدون أي شيء كن فيكون بأودي سا وإذا أراد شيئا يقول له هذا واحد دوري إلهي وحيد هذا كن فيكون وهاريا لكن بها علماء دوري هذا إنك كترنا موضوع الامتحان إذن أذيك الله قربا مشكلتك استوكا هورتما دا امتحانك ما كون قولي سنة سامسوا تكون عيسى هذا الله قربا مسألك استا مصح بها دوك جوابتي مسألك قلت بها دوك جوابتي هذا الله قربا مشاكل كصواب حيوان إلى تصحى وجوابتي سد رادد أي ربي سبحانه وتعالى وحين لي ولا تهنوا ورهم مرجوننا ها ليدننا ولا تحزنوا هم مرجوننا وأنتم لعلون إن كنتم مؤمنين قفك مؤمن كي مرنبا معها قف لبدرهما وهي نبي عليه الصلاة والسلام حلي عجبا لأمر المؤمن أرنك قفك مؤمن كأياب له إن أمره كله له خير وحكى استوصى بي بخير بيطهب النبي عليه الصلاة والسلام وأيه حنا بيقول إيه هدي النعمة نقطنا وصبري وكما هدع لنيا شكر هدي النقطة بو النبي يقول إيه عليه الصلاة والسلام نباطنا وصبري لبدا قربنا خير بهلي أبو النبي يقول إيه عليه الصلاة قف كم مؤمن كي مركا إلهي ما أود وينا أضالغو اتحامي وهي إلهي محكو تلمامي يكوك لي إلهي وحليه مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهر البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كو إلهي عيد أنا هين هيل يقرى برنمية تلي قرقار كالضريبة إلهي تساله دي مهما هدود وحويان كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وعارضي قري لستوك لبالي قري عارم حوليه قرع عروة وحبا إلهي غير كيات كتير سطو أما مريك الكشاق أما متكلا كشاق وقرع عارو قرع عارو كتير سنبات إلهي وحولا يعد عنك إننا عمرته إلهي غير كيستنا هذا عزي يحوق يكدور تمر كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت ما إلهي قرع وحاول لي توجه العسن قرع عربا للي سبحانه وتعالى قفك مؤمن كهورتا وإن الرميسيي الله سبحانه وتعالى هو القوي بيده الملك وهو على كل شيء قدير له ما في السماوات وما في الأرض إنه الله سبحانه وتعالى دوني دان حكم الكروينة رميسان إيمان كي كمده إن أقرطه دوني داني إنه إلهي مبنين ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين بإلهين ومن موقني بأن الله سبحانه وتعالى وحنان أبوري قفك مؤمن كي مركا وين الرميسي إنانو هدو الله كتير صدو إنانو مرنا بالنبي سيوغارين سادر هدد بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام مركا يقول كيد وحليه هاي لا تحزن إن الله معنا هم رقون نبويري إلهي بمعيناه فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إلهي بحسلوني كسود تجيب على لي سبحانه وتعالى وأيده بجنود لم تروها بإلهي عندما يدك أيضا أركين بإلهي وجهي كم كان إلهي بما ملا مركا نبي جهدت تاريخ دي الدراسة يسوع نلاشوا نبض ويعرقون نغنسا ويا نلا النوع كم دارو صامرين مشرو
isagoo la tumayo uu soo maray inta caruurta iyo dumarka lagu duro dhagax inta markuu qabtay maxaa ku dhacay Taif dhagax baa ayaa dumarka iyo caruurta lagu duro dhagax baa lagala daalay dhiiggii ka yimi isagoo kabihiisa ka horayaan buu iska soo noqday wuu soo maray isagoo raggiisa lagu horleynayo lagu hor torjar garaynayo la tumayo wuu soo maray isagoo isaga dilala raadinayo la eryayo la caydhinayo uu godgelayo kolba wuu soo maray isagoo xoog badan oo faatixo 10,000 askari wato qabsaday magaaladii shalayta lagu tumayey ee laga firdhiyey wuu soo maray isagoo madaxweyne wuu soo maray isagoo gaajooday oo baahday wuu soo maray isagoo gaajo daraadeed beerka dhagax ku xidhay saxaabiga uu yimid nabiga wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisa tumarada beerka qaaday ayuu bal waxa dhibna haysataa hal dhagax buu ku xidhay nabiguna tiisu ka faydeen labu xidhnaa nabigu isagoo gaajo daraadeed laba dhagax xidhay wuu soo maray isagoo gurigiisa aan 2 bilood oo isku xiga dab laga shidin dabba ka bixin wuu soo maray nolol qadhaadhkeed iyo wax kasto ay leedahayba idan qofka taariikhda nabiga daraasay calayhi salaatu wasalaam noloshuba way la fududaanaysa maanta may bilaabmin iyadoo muslimiintu waa joogaan inuu daciifo ama la dad la laayo ama xabsi la gala ama la iscadaadiyo ama la istumo isagoo nabigu jiifa calayhi salaatu wasalaam kacbada dhinaceeda hadka kacbada isagoo iska jiifa oo dangiigsan ayaa waxa uu yimi saxaabi la yidhaahdo Khabaab ibn al-Arat dabeetana wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo waxa maad ilaahay noo baridid rabbi subxaanahu watacaala ha noo gargaare wuxuu ka cabanayaa maad arkay inbuu leeya waxa dhib iyo mushkiladna haysataa alaa tastansir la alaa tadcu la maad ilaahay hiil noo weydiisi maad ilaahay guul noo weydiisi waad aragtaa waxa dhibna haystee nabigu calayhi salaatu wasalaam intu soo kacay ayuu wuxuu ku yidhi isagoo cadhaysan buu wuxuu ku yidhi laqad kaana man qablakum layumshatu bimashaati alxadiidi maa duuna cidaamihi min laxmin aw casab war idinka kuwa idin ka horreeyey buu nabigu yidhi gafeedh bira baa lagu faydi jiray ilaa lafta iyo hilibka lakala saaro qof binaadamoo la torjar garaynayo dagod yar loo qodo ayaa gafeedh bira lagu faydaa ilaa hilibka iyo lafta lakala saaro qaar ka mida buu nabigu yidhi waa god inta lagu rido ayaa miinshaar hagso bahashan wax lagu miinshaarayaa inta halkaa laga saaro ayaa laba loo kala goyn jiray ilaa laba u kala dhaco waa nooc torjar ka mid a waxaasoo dhammi buu nabigu yidhi diintooda kamay celin jirin ee ilaahay baan ku dhaartay buu nebi maxamed leeyahy ilaahay diintan wuu dhammaystiri doonaa ilaa iyo uu ka socdo raakibku min sancaa ilaa xadramowt maa yakhaafu ila allah ka lugaynaya uu lugeeyo sanca ilaa iyo xadramowt inta u dhaxaysa isagoo aan ilaahay mooyaane cid kale uu ka baqaya jirin riwaayaadka qaarkoodna waxay sheegayaan waa di'ba calaa qanam iyaynu iyayga adhigiisa ka ceshada un mooyaane laakiin nebigu muxuu yidhi walaakinakum tastacjiluun waad degdegaysaan waad degdegaysaan sabirku waa cibaadati dara wa ciddati lmuslim xina nuzuuli lbalaa waa cibaadada qofka muslimkaa laga rabaa inuu barto marka dhibtu jirto saa ogeed baa ilaahay wuxuu leeyay in tamsaskum xasanatun tasu'hum wain tusibkum sayaa yafraxu biha wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shay-a in allaha bima yacmaluuna muxiit ilaahay wuxuu leeyay subxaanahu watacaala war haddii wanaag idin haleelo munaafiqiiya gaala way ka xumaanayaan wanaagga idin haleelay haddii xuma idinku dhacaanna waa ku farxayaan baa ilaahay yidhi laakiin ilaahay muxuu ina leeyay wain tasbiruu watattaquu haddaad sabirtaan sabirkii loo baahnaa adkaysataan laba alla ka cabsigii loo baahnaa wixii waajibaad ee lagaa rabay inaad samaysa aad samaysaan laa yadurukum kayduhum shay-a baa ilaahay yidhi waxay xadhig mareegayaan oo dhamme waxba idin yeeli maayaan taa macnaheedu waxa weeyaan qof aan wax qaban karin ma jiro laakiin waxaa soo ururtay dadkaan camaliyiin ahayn idan qof salbiyi ma jiro qof aan wax tarini bini aadamka ma jiro argaga xuna waxba ma bedelo intaad meel iska fadhiisatana maxaynu samaynaa muslimkii dee jabiyo wakaasoo dhibbaa soo gaadhay ama wadankii la qabsay ama halka la qabsay meel fa waxba ma tarto waxa wax tara qofka muslimkii markuu noqdo qof camaliya qof ijaabiya qof nolosha wax kusoo kordhinaya idan waxaa lagaa rabaa kow inaad ilaahay rumayso sabirtid kalsooni ku qabtid mabaadi'daada ku sugnaatid khaamisan waxaa lagaa rabaa inaad qof camaliya noqoto qof shaqaynaya inaad noqoto
هدي قف وليبا انتو اوضو قبان ايو فيري هري وح وليبا دمع الهاي. اولا الهي وحين الهي سبحانه وتعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وردونيدو هدى مبلا من با الهي لي اذن كهرتين تاريخ باترت دونيدو سوى جرينة بلدات كي هري كبريا ما اللبينيا مبل ميشي كدن بيا ناقا دونيدو ما هو حدى بلا مبا الهي لي سبحانه وتعالى. اذن تاريخ دو وتجاربتي يا موا ويرق نمدي بن آدم كهربطة هيدا أوبا هنقفكو إنه سفي عن تود دراسة يوح بدن لقى صباحه وح بدن لقى فائدست كدب إلهي وحط المامية بعد آية ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين مسلمين تشبطي عينك أسود عضي يا إلهي وحولي ولا تهنوا هضعيفنا هل يدننا ليدني ما ييدن كل عين ولا تحزنوا همرغوننا ومرغ يايدن كدعين وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين اذن كقريه با الهي لي سبحانه وتعالى هداتهين مؤمنين بالليل هذا واحد قياسته امك هذه دوله انت دغال لو قادو الا ليده مدحوينه و دنتي ما حد ما لينس تقال كيلا سلقا أسكر رقمه الرمي يجحنن يا مالها ما تشوكته مدحوينيه بها اللي ديليه هدي الله إلا هذا وطنك سيدي تقال كيلا قوة دي يعني وحلا دريمي أنا وحبك صهرين حد بي مسلمين تشوكين لقلنا وقال إلا حتى نبي محمد بها اللي ديلي واركعه صابحه إلهي سبحانه وتعالى وكوت المام يا مركب بلا يوينكو إن دراسة لك قاطه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين إلهي وحلي وما محمد والنبي محمد ما هذا الرسول رسول الذي كهري هرتي أي رسول الله تغين مو يعني إهدين لدي له أما أود انتو ندعي دون تبهو دعدي مدينة كان نقول إنسان بإله إلهي إله سبحانه وتعالى يعني وحي إلهي تلمامي حتى النبي قوين هدور انتو سلام وين وشريه قف كمسلم كي مركها معها قف أشخاص كحرر أو هبل هدي لدي لا يني دريد كل ما دوباته أما مدحوين هبل هدي لدي لا يني دريد كل ما دوباته أما معها قف كمسلم كواح على بريا مبادئ إنه كحرية ربنا وكحرية سبحانه وتعالى إذن آنو تشابين سأوجد أيا إلهي وحو المؤمنين تبريا للي ور حتى نبي محمد هدي لدي له أما سأولنته نياد دم النقر يسأل بأي إلهي لي هدى دم النقطان فلا يضر الله شيء إلهي هدى وحبا ما يدي يلم بأي إلهي سبحانه وتعالى قفك مؤمن كا لبي ويسو قاري كرتار لكن وحالا قربا كو الثبات على المبادئ دادكو إني مبادئ دو دي الدين تو دي عقيدة دو ضحيستان لبا قدرك إن لو صبره صدح الثقة بالله إلهي سبحانه وتعالى إن كلسوني لو قبه أفر واحد بحانت تجاربتنا لولادين الدراسي سؤقاته نبي عليه الصلاة والسلام ومكتشوغة وصحابة دي سيلا اللينا يولا ربي يبو نحشوغ وحو نحشوغ نبي عليه الصلاة والسلام يضع أبي بكر انت الله طومه عاد عيد الله ديغو لغا حلابتا لغا سارو سك استمر كاللو عذابه تورشر لو دمهيو ايا انت حرق ير لغو حرو ايا يرير كاللو ديب جرو ميلا هالا ورغي جرين وانين مسلمة وحرق كو حرين يهي وتورشر كو سعدو وميلا هالا ورغي ينبقر جوغو وارك ايا ما انت ما يبلا من يدو مسلمين تواجوغان إنه ضعيفة ما إن لا تضل الله يا ما حبس الجلاء ما ليس عداد يا ما ليس توما هذون بأرك يسارة وتاريخ الدنيا تدب أجهرة وين قفكم معها إنه إنستانتانيس نلاش مركل القيمني هذون لما أجو هذا واحد صورته قال إنه قال كوكا حوج بدأي كاتر بدأي كذا لكن نلاش ولا جيت سنة هان ما يسو سادر هذا الدنيا بقول عليه عليه الصلاة والسلام ورنلاش بالدب أجا أنا مسألة يدين شيء قمر كوات سين الدين تطبيع عديد وفهنه نبي محمد عليه الصلاة والسلام مكي مشكلة قبضة طي نبتو هيستي
ayaa habeen habeennimada ka mid ah alle dheelmiyey. Maka laga qaaday, buraaq baha la yidhaahdaa la saaray, dabeetana waxaa la geeyey Beyt al-Maqdis. Makiya Beyt al-Maqdis intay isu jiraan? Intaasoo kilomitir bay isu jiraan. Ilaahay intuu Maka ka qaaday ayuu Beyt al-Maqdis geeyey. Beyt al-Maqdis as-sakhra meesha la yidhaahdo inta dhagaxa la geeyey ayaa haddana halkaa laga dhoofiyey, dabeetana fawqa sabci samaawaat baa la qabadsiiyey, cirkaa loo bixiyey. قرانك إلهي وحلي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وها حمكه فن الله سبحانه وتعالى أدوم كيسي مكاكا كياني إقبت سيئي محي بيت المقدس كدبنا وحد عي معراج وأين لدي الميو شجرة المنتهى مركي لمري أبو جبريل دانو هل كان مدافع كرنوه كدبنا نبيغا كرلو سيقاضا إلهي وحلي لنورية من آياتنا من آيات الله الكبرى أي اللي سوى تسعي إلهي أودي سوى حكم بدأيو وخلوقاتك سالة صوت وصوت إسلاح بين كبال سوى علي أولا كان بيت المقدس إسلاح بين كبال سوى علي أولا كان محي مكة ودستنس انتالهد آلاف بل ملايين الكيلومترات ولا قنطال بقى صعودة الدنيا ده وحي يا لوردن تكنولوجيا الدنيا ده يا لوردن من الصعودة تكنولوجيا الدنيا ده يا لوردن من حي حيث يرن مقاعدة سماء الدنيا مقاعدة نبي محمد وحل قبط سيمال انت بكفك هبين كلي أنا القود جاي وأنا اللي سوع لي هذه واحدة مرة بعضنا نكون نوضة هذا وصير هذا مرك عليه مركان كلاني بكو علينا يا محيطي نبي محمد عليه الصلاة والسلام قال انت هشي سي وحي تلي ودي لينا قوانا بالغاطي قبائل كانوا قيبنا طبعنا انها الله صوت صار واكا سيدة بتنسفتها الوضع كل ميو خير بني هاشم دي قاعدة يرعى عن مركي قرن ويان عرب ورن الله بدك الله مكران وحي مكتو دي اقبال دوران ليسنا هينا دافو مكتنا هلغاطو إلهي سبحانه وتعالى وحفره إنه هجروده نبي محمد وحي أود دي سبي أما أود بن آدم وحي هاي ودن بيسوغي سغي أبي بكر لبا نيف والله فولا بيسي ميل سي داجستان أردكتان من قالة أي كريستان أردو المرينة أو ودوين ككلا يقانة عني حد حدين سفر كاسي كسي قلي كران goor aan dadku soconin si aan loo arag buka baxay guriyihii si ay u raad gataan buur bay fuuleen oo adad saxara lugayso de raadkaaga markii buu la helayay meesha aad ka baxday may u bixin ba xaqi saxare buuraleyda ay u baxeen koonfur ah iyadoo madiina ay waqooyi xigtay xaqi waqooyi may qabana koonfur bay qabteen si raad raac xaqa marku ka doono aan hore loogu helinay iyana xaqa u socdaan si aan loo raadin karin calaykum salaam raxma ayay buurelay galeen si ay u dhuuban karaan buu saddex habeen oo isku xiga god ku jireen godkaasay gaaladu intaysa soo dul taagtay ayaa abibakar wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisii una arkay madanuka bitnayna allahu thalithahuma abunabukum oo maxaad u malaynaysa laba alla ku saddexiye laa taxzan hamrugoon ilaahay baa inala jiree لبا الله ومعود يمل ما قول درستاني همرغوني قدتي بيك بحين لحدة مركي مريين اي ورق عربي مركي اي ويدي اي وحي بلان قاطي ننكي حيا او ميتا مضح النبي محمد يا ابي بكر عدي كانتا بقول هلا دو قال عصعصين مضح كستالة قصينا عربتي دقالي هندا هيدي كيمهو دي ايمهو دي اسكتشوك تا ورقي سو قاري وقت الماما يا صحابي لورن جري ها هذا الصحابه كم اذا الاشجعي نكي اها سراقه ابن مالك الاشجعي وحلي انا قول نادقي خير كي هلكي لو شري جران قف فديا ايا مدي سو غلى بيو دم كسو خدي هلكا لبا نين با سي سوداي وانو مالين ايو ما اراه الا محمد يو
ان ساحيبكينا يين مويان عاد كلو مالين مايه markaas aan idhibo war waxba ma adaragay war wehebeli hebele waxba ma adaragay iska fadhisho waxaan salaahaabu yiri digooda yar cid kula qaybsanina 200 halad kaliya heshide dadra jariyad buuxsta ka dir wuxuu faraski iyo warmihii soo qabo faraski baa loo qabtay warankii wuxuu yiri markaan iyaga ka baxay gurigi tagay waxaan sirbiir warka hadaad qaadato abceedu markay ku dhacdo walaac walaacdiisa meelaha laga arkiye ciidda inta nafka u galiya jiiday buu leeyahay waxa soo dhaw wuxuu sameynaya igooda yaa cid kula qaybsanin aadad ugu qaadatid xoolaha waxa ilaahay dhulka la gooyay faraskiisii ee suurtoobi weydeenay waxa sidoo kale ku nabad galay mas'ala waahida baan markaan rabaa inaan tusiyo nabi maxamed wuxuu 500 kilometir ka yar dhowr iyo 10 maalmood buu socday makiya madina inta u dhaxaysa dhowr iyo 10 maalmood buu lugeynayay oo godgalayay oo haraadayay oo lugeynayay oo soconayay oo la eriyanayay oo u baqayay marka lana habeen qura ilaahay intu dhoofiyay maka inta laga dhoofiyay la geeyay maxay baytul maqdis baytul maqdis laga dhoofiyay xagee la qabatsiiyay sabada la qabatsiiyay maxaa ku jira marka ilaahay maana oo dhikare markan gaaladu bay rabshada waday inta maka laga la boodo in la yiraahdo war madina fariiso maxaa way ku daba socsocan waxay dhahdaan tahore waa maxallu tashriif linuriyahu min ayatina alkubra wala sharfa nabi maxamed inuu aayadka alla soo arko ilaahay ba xooggiisa wax ka tusay tanina waa tashriic baa la leeyahay waa waxa layna rabo inaynu ku dayano innaga layna itaxaba ilaahay awoodu ma waayo ilaahay dadkan kan wuxuu odhan lahaa gaalo dhamay dhimo waa dhimo lahaay ama qasab ku islaama waa islaami lahaay wuxuu ala kulli shayin qadir biyadihi almulk alaysa allah bi'azizin intiqaa alaysa allah bikafin abda ilaahay quraanka wuxuu ku tilmaamay war ilaahay miyaan wax walba awoodin miyaan gacantiisa wax waliba ku jirin miyaan wax walba samayn karin tabcan wax walba samayn karaa imisa qoon baa ilaahay dhulka la gooyay ilaahay quraanka wuxuu noogu tilmaamay qaar kor u qaado dhulka inta la gooyay haddana intay soo socdeen warmo dhagxan lagu garaacay naarta laga keenay dabeetana dhulka lagu abuuray qowm lut qaar baa la tilmaamay sheeganaya ana rabbukum la ala ya ma alimtu lakum min ilaahin ghayri oo badda inta ilaahay kala jaxay markuu soo galay la isugu dhirbaxay oo ilaahay hadda meedkiisa yaalo oo ilaahay yiri baqtigaaga reebaya si aad dadka dambe waana ugu noqoto qaar baa ilaahay noo tilmaamay lagu qayliyay oo qaylo ku dhintay kana ma'jasu nakhlan khawiya qaar baa la tilmaamay sayxa qaar baa la tilmaamay matar oo lagu qariyay yaani ilaahay wuxuu noo tilmaamay ummad dhan oo la baabiyay qofka mu'minka dhannigu ilaahay ka qaba waa inuu fiican yahay sadaradeed baa ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa ta'ala murugayaydu ku dhicin iyo dhufi iyo liidasho toora mu'min ilaahay ku kalsoon noqo ummada maanta muslimiinta ee caalamka ku nool waxa mudda dad badan inay hammi jabeen niyad jabeen xaq muslimaa lagu dilay xaq muslimaa lagu dilay mushkila indana awalan ilaahay waa awooda waxba inuu maalin qula kiciyo laakiin inaga la inay taxamaya innaga imtixaankan xaq uu ka yimi balan hal xadiis akhrina kuwa nabiga ka sugan alayhi salaatu wasalaam nabigu alayhi salaatu wasalaam xadiiskiisa tawbaan warinayay wuxuu yiri yushikul umamu an tataa alaykum كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت حديث كانوا فرصة نبي محمد عليه الصلاة والسلام با وحيري وحال أركي دونا ما وحال دوان وحال نعي دونا أما ذا الضلال كي يباد إنما ذا قصو غني الدنيا دا إنت إسوكو كين يردان سيدا داتك حيرادا لها إسوكو يردان haddii dad casuumad uu sameeyo dad casuumad ugu yeedho marka dadka dad casuumaysay oo dhan deewo casuumad adiga lagu sameeyo waa wax fudud inaad maxay qaadato cunto ka dharagto saad doonto u googoosato nabi maxamed baa wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam waxay ku dhadhowdahay inay umamka dunidu intay isugu kiin yeedhaan
تسأله إنه النقض سدي حيرة لو ذاقي مين بقى عن تسجلين أيه عالم كمان توفير صو أعلم الإسلام بعدين تلا يسقو يا من تدا ما وارصدا ما متكلدا ما تبرد اللي في رد دنيا مالك غير نول برد أنت اللي يسوى ذا تجي أي كل واحد يدلي بدلو بيقول يا كنت أنا سكري جاية متكبدن جاية بقى ما توالي بعدين تبوا بكرابو بابا وحود على قاطع ولا الله يا ولا بابا ولا جمشت ولا تلا وهو حنا النبي محمد كور رمي عليه الصلاة والسلام صحابة ويابين مركا وحي مسكحه ولا كسور دعدي فلو واحد يسوي دعية ما مر بين مسلمين تو أنت يرادان 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 وحي يرود بيتنا الله بابا أي نقول دونا قالوا ومن قلة نحن يومئذ وحاس ما وحي كنا عيان بين إله الرسول كسي يومئذ تانو يرانه وضطك خلبطان أي أدنى أن الضفة يا مركز حفظ حفظنا لو قبانية قال بل أنتم يومئذ كثير بهدنا نبقول ما يمالتها سوى بدنتهم بنا بقول ترى يرماها تركوبكم مسلمين أنت كرلا وقلنا واقع وبليان إيه صدح بقول أمليان تدبضني وحي قبان تركوبك سينو قلدي إلا وبليانين عليك يرين لكن أيا كان بليان دتك بضان وبناء آدم إن أنت هدنا الله يسوي يردو نبي قدو كلبا مت شن مليون وعايو أما مت كسيلي تاو بابا أما قادة أما هجر دامة يا ما يسوي تجا وضعفي حكيني سحب دوي الربيسين كرواينا وحيد هميان ويرني مهما يريدين بو نبي قدو عليه الصلاة والسلام ولكنكم غثاء كغثاء السيل بو نبي قدو لكن وحاتهين داد حور تداد كقاضي أوكله ما يريدينه داد حورته داد حورته وحلينا حشيش كي يحب بدأ يوحى نكو داد كميل شبصده ووضه حور كان يحشيش كان يأسكا قن سارا أسكا قن ميل لو ما صعده ليش يسكي يهلي وحقبتها هلك داد كقبط سيه دادي تجاه لمتين ميل وما صعطان حق عالم كيسكا صعده وما إذا نو صعطان داد حورته هلبا ميل بي كلابتا ميشو كلابتا بو كلابان إياه شكلي ماله فهم لغوية الله يقان ماله وداد هذا يصور له بطاق حارك واسكو صور رامل بو يمان إياه هدو دادكو كلاب الله عدو كلاباه إياه شكلي ماله وزني ماله ميزان ماله ووحي ميزان لوودة قال له الكوتة كواني حقا سرعي أردية داد حورته حقا سرعي عررتا إذن كأنما نبي محمد عليه الصلاة والسلام وتلمامي عهد إنا إيمان دون تضدك مسلمين تيجوا ترب بدن له أي نقول دون أن ددان قيمة لهين وزن لهين أفكار لهين مبادئ هيسن وحبها هيسن كل ببغاء دون دو حي كنا واقدر كذا دبر نواقة حق لون قاعدة استجد دبر صعدة قيمة وزن يو عالم ينان كل هين با هذا يوحش شجاني هذا الشرار يا دانو من دبر معنا صميرين شو هالشيء شو الدين تلامركها وحيتي وهم حي سببته ورسول النبي عليه الصلاة والسلام ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم مسلم كان دبته ولا كعب سنجري وهي وحلو يقانين يهين ضد تودا كؤدك سادر أدين بن آدم كهدو كؤقية هي قفو حسكرة بكرامة وحسكوا من كرامة مبدأ لها الضغطة ورك القولي مني ور معقولة ويان وقفلو حساب طبعا لكن هدين القوقية ردو حبطة هاي ورا ما عدي بكو شيء ما يسوى الغوض اليوم أما وحيلا دونا لقاية ليا ولذلك النبي يقول حيلي ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم إلهي وحو قال هذا قلبي دو ده بك صار دونا بقى إذنك إذنك بقيا مرحب دينك الله سوى هذا القادة اللي قد دردوري يعني كما بقى يسيبه لي بقى هو حرق هيا ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن إذنك أنا قلبي دينا وهني بادق الدونا بقول نبي خير وهني هو لغة العربية وهني حنون بيو يقانين قرب كقول والله يقان وهني وحكى الله يقان الضعف له لما كان اللغة العربية ويقان أنا عربي هاي لكن وحي قرن كانوا وهي وحن انتو ضدك كل عوهن اللي يلي يددك بو وصالونا صخبة يا بحيه تبهتنا وحي الهي يا رسول الله وما الوهن فعرمي ها وهن ولا قرر يا هي لكن وهن قرن ضدك كل عدونا محوي قال حب الدنيا وكراهية الموت ونوي لالس وحايد كل عيام ونوي عليه الصلاة والسلام الدنيا شعائل ايوه
آخر النعيب أما غير النعيب بيب وحكو شاك حنونك الرسمي قفك ضدك مؤمنين تعالى هاري دونا إنو يهي مسالة الدنيا شعاي حب الدنيا ويقفك مؤمنك الدنك يا آخرة مؤمنك صح آخرة اللوي عماش الدنيا عماش آخرة وحو الرئيسية عماش آخرة وحول بو حقوقي ما يا آخرة محيك قوينيسة جنة قويسة بالنار بي قويسة وقف أركت النار وميل بدنك فكري أما كوحدا وحاكول لعدون تبو النبي قولي عليه الصلاة والسلام الدنيا دو إتشعلادان واسكننا بعد يقاري دو أدنعاته يقاري دو حدو نعيس آخرة وحوك هاكو هرين الدنيا الدين لقى مدر قولي بدا بليانا واسكو غبسان سانة بنا هذا من لحدا بليانا الدنيا دو كورنا الله وإيدا نحمر أيا أحد شرتين النبي عليه الصلاة والسلام مساجة كيسي قبر باتمي قفتو مرة وأن وحبه السنة مساجد قديسة خيمة دي الرواق النساء بول يربع هل كاسو قال الله النساء مساجد كي النبي عليه الصلاة والسلام هل كاسي دقنيت دبتين وحي كيف فكرتين إسلام كو حق بطه قف مسلم وعاطل وميلس كيف دي ما تشري تشري إن إسلام كي ينا وحترته وحي قادت فكرة دعا إيادنا إنا قادته أركت دعا إنا أغو يران مساجد كي نداف دي سينا إنا كو iyana masaajidkii nadiifin jirtay masaajidkii nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa aragtay shaqada qaban kartaa inuu yahay masaajidka nadaafadiisa inay ka adkaato habeenkii dambe goor habeen ah wadkii uu yimi way dhabtay saxaabadii waa la qaaday waa la maydhay waa la kanfay waa la kaxeeyay xabaalaha la geeyay waa la soo aasay khalas subaxii dambe ayuu nabiga kaleey salaatu wasalaam gabadhii buu waayay marka soo yidhi war maadayeen qofti dumar ee masajidka tagay sanay ilaahay rasuulkiisa oo xalaytay dhamaato taa waxaanu sidii nabiga gurigiisa ugu tagay waxba soo kicinay taa soo aasanay waxa ay u baahnaayd oo soo qabanay hala aadantumuni wa nabiga war maxay igu sheeg weydeen inay dhamaatay kaalay habashayday tusbu nabiga habashayday inta tagu salaad ku soo tukad waxay culimadu yiraahdaan gabadhan mafiiqdeedii ba taariikhdi galisay مفيق ده ديبا كدكتين النبي محمد دريما إني مقنطة هاي مفيق ده ديبا كدكتين النبي محمد إله هلا أذن تموني ويكسرت كده إذا قف سلبي متشره قف عن وحترني بين آدم كمتشره أرجع حنا وحبا ما بدله أنت ما رأسك فرصتنا حلو سمعنا مسلم كده شبيه وكاسو نبسه قدر ما ودك إلا قبسيه ما هلك إلا قبسيه ما الفوح ما ترتاه وح وحتر قفك مسلم كي ما كنا نقض قف عملية قف إيجابية قف نلاش وحكو سوكر لنيا إذا محا لقاء رباكو إن دلاه الرميسو صبرتد كالسونيكو قبتد مبادي إذا دا كسو قناتد خامسا نوحا لقاء ربين قف عملية نغطة قف شقين ينا نغطة هدي قف ولبين تأوضو قبان أيو بري هري وحو لبان أمان الحاي قف ولبا قف أموح قبان كارين مجلو والنبي محمد عليه الصلاة والسلام وحولي بلغوا عني ولو آية دتك يجرسية آية نهر نغطين من فاتحة ده قرمي له كتيرة فاتحة ده ومسا آية ده تضبع آية ده تضبع ده آية ده ده حيو بهينين محي لجرسية دتك كلا تام معنى ده حيو ينقف أم وحقبان كريني متشرو لكن وحا سوء ورورتي دتك أن عمليين أحين haddii bay leena gabadhe ay mafiq taariikhda ku gashay oo nabi maxamed ku xusay oo uu leeyahay maxay ogeysiin weydeen oo ka daba tagay waxbaasheedi ku tukaday imiseena awoodna markaas laakiin waxa islaamka soo bixisay waxay lagu raajinaya dadkii wax awooday wax qaban kari la acmaashi oo dadku ay qaban kari laayeen waxaan ku soo koobaya marka in dunidan ilaahay baa iska subhanahu wa ta'ala isagaana gaddinaya dadka muslimiintiina walilahi alhamdu ni'may ku sugayeen laakin in yar bay u baahayeen ni'may ku sugayeen oo iimaan bay haystaan ni'may ku sugayeen oo dhulka ilaahay abuuray dhulka ugu fiicnaa bay haystaan ni'may ku sugayeen oo macaadinta iyo energiga dunida lagu hayaa day mid cadceedey tahay day mid dhul ku jiray ba tahay ki ugu badnaa bay haystaan ni'may ku sugayeen oo bashariyada marka la eego da ahaan da'da ugu fiican bay joogaan oo dhalinyaro nicmay ku sugan yiin oo waa bashar bilyan iyo bad ku dhadhow oo tirada intaas leeg nicmay ku sugan yiin mantaqada ilaahay dajiya mantaqa istaraatiijiya oo dunida dhamaanteed isku xidha
xogaga qaraasinada Soomaaliyeed ba qaq dunida ka sameeyay hadu maleenisa inta caalam islaam iyo dago hadii islaam uu xukumi karayo nicmay ku sugan yiin laakiin waxa ka maqan tartiib umurki ba ka maqan waxa ka maqan gurigooda inay hagaajiyaan uma baahna cid kale laakiin waxay u baahan yiin gurigooda inay hagaajiyaan waxay ku hagaajin karaan wa haday u soo noqdaan islaamnimadooda iyo diintooda haday ku soo noqdaan ilaahay ka cabsano subhana wa taala murugo iyo baabkana iska dhaafno kalaan badan ku saabsan xusniga iyo murugada iyo shariicada qiimaha u qaybiye waxaasi waa iska soo dhaafaya laakiin waxaan ku soo koobay qofka muuminka inuu noqdo qof amalna leh rumaysan dunida in ilaahay wado isagana wixii laga rabay in lagu arko wixii laga nahiyeyna inaan lagu arko assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh